ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة، أولها وأعظمها استكمال أركان الإيمان، استكمال أركان الإيمان. فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام ولا يستسلم للخوف، وإنما يمضي ويقول ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو ما جلست، ما وفاكني أو معفيني إني أجلس. ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يسبب الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله، هو سبب لكن إذا لم يقدره الله. كم ممن يدخلون في المعارك ويخرجون سليمين معافين. خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة. وكان يتمنى الشهادة، يتمنى أنه يقتل في سبيل الله، خاض معارك عظيمة ويتمنى أنه يقتل لكن ما حصل. ثم قال: وها أنا أموت كما تموت العنز، تعرض للأخطار وما قتل، ونومه على فراشه ما منعه من الموت، جاءه الموت وهو على فراشه. ثم قال رضي الله عنه: فلا نامت أعين الجبناء. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن قعوده لا يغني عنه شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء لا بد ينفذ ولا بد يجري، فلا فائدة في قعود الإنسان تخلفه عن فعل الأسباب النافعة، فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة. فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، ينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان ما يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون نخاف من الموت، نخاف من القتل، نخاف. هو إنسان الموت مقدر عليك يجيك لو ما رحت، وإن كان ما قدر ما هو بجايك لو رحت ودخلت في الخطر، إذا كان لمصلحة راجحة. كذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يجزع إذا أصابته المصيبة، لا يجزع، لأنه يؤمن أنها بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، ولا يجزع الإنسان، لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أصابتهم مصيبة يلومون أنفسهم ويقولون حنا للسبب وإن اللي لا، يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تبي تحصل، رحت ولا ما رحت المقدر بيحصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث الذي سمعتم
فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما، أو في رواية قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب ويرضى ويسلم قضاء الله وقدره. هذه ثلاث فوائد: الأول استكمال أركان الإيمان، الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير، في سبيل الخير، الثالث أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط، يحصل منه ما يحصل، الانتحار الآن، الانتحار اللي تسمعون عنه في العالم، وش سببه؟ سببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه ما يؤمن بالقضاء والقدر، ما يقول هذا شيء مقدر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل، إن مع العسر يسرى، على إن نصر الله قريب، ما يؤمن بالقضاء والقدر، فلذلك ينتحر، يقتل نفسه لأنه ما يتحمل الشدائد والمصائب. فهذه فوائد عظيمة للإيمان بالقضاء والقدر.